واصل في اللي هي البرونسيشن بتاع الكاسيولارا، وده المحاضرة الأخيرة بالنسبة لي الكاسيولارا. عندي ماد مورال ماير، ماير خد على الغاية بتاع شنو؟ الاي كنسل الاي كنسلر الاي، عشان كده قلنا ماير. طب عندي مورال، مورال دي مورال ما مورال، مورال ضمة، وعندي مش كسرة. طيب الاس اتش طبعا بتنفرش في حالات هنتكلم عنها برضه، في اذرز او حالات شاذة هنتكلم عنها بعد ما نكمل الكونسنت. طبعا دي ناريت لو حصلنا فتحة، دي نور ضمة، دي نوبل، دي نيو برين، نيو كورتكس، نيو بلاسيا لو لاحظنا ني ني كسرة، عندي نيب برضو، وعندي ناين كنا نقلي انقطع على الغايدة تعاد شنو اي كنسلر اي الاي في الجريئة. طبعا دي نوكليول، نوكليول هنا لاحظنا ضمينا، عندي نوت تمام، عندي نوت ثوري الحد الكري نيوت، نيوت بيساوي شنو؟ بيساوي اليو اللي هو الكنسلر والاي يكون نيوت. طبعا دي نورشر، دي نورشر هنا برضه شنو ضمة؟ نورشر يكون نورشر ضمة. طيب بالنسبة للبي عندي بار، باستريد لاحظنا باء باء، عندي بور، عندي بايريت خضع على القاعدة بتاع شنو؟ اي كسر لتر اي، عندي بيستول هنا كسرنا، عندي بيت، بيوك زي ما ذكرنا سابقا قلنا خضع على القاعدة بتاع يو كسر لتر اي، عندي بوك لاحظنا هنا ضمينا بوك ضمينا البي. طيب الكيو بتتقري كا، الكيو بتتقري كا تمام، وبتتقري كو يعني هي اصلا الجراف بتاعتها كا، لكن الضم والكسر على حسب تاني الباو اللي بيجي بعدها. عندي جاري، جاري، وعندي قطر اللي هي قطر واحدة، عندي قومي، وعندي كواربو، كواربو هنا شنو ضمينا؟ عندي كيتان، كيتان ممكن نقول كيتان، ممكن نقول كيتان، جيت جيتان جيتان تمام. طيب بالنسبه للار عندي راشل، را كان را مفتوحه، عندي روستر، عندي رايزر اللي خد على الغايه بتاع شنو الاي كسر الاي، عندي ريتور لما تجي مع الاي الار دائما لما تجي مع الاي يعني تعني شنو اعاده الشيء، مثلا عندي ويرون يعيد يعيد الجري، لكن شنو ما زالت في ال في الوظيفه بتاعتها بتاخذ وظيفه بتاعت الكسر اللي هي بتكسر لي الار، عندي ري ويرون ريروت، عندي ريرول كنا ريرول ما قلنا رو كنا ريرول اي، لانه عندي اليو كسر لي الوا الاي. طيب بالنسبه للاس عندي ساركوما تمام، سا سكيور، عندي صم، صم هنا استثناء تمام، صم، عندي سوكيت، سوكيت هنا ضمينا، عندي سور، سور، عندي سيت كسرنا، عندي سيب، عندي سيس اللي هو سيس اختصار لسيستا اخذ، عندي صاب لانه اليو وقعت لها شنو تكسر، عندي صم تمام، عندي سوبر، عندي سوبر لاحظنا هنا ضمينا سوبر. اذا انا لازم القواعد زي ما قلنا لو حسيت كلمه واحده بس كلمه واحده من القاعده ممكن تكون ليس ثابته، لو لاحظنا هنا قلنا شنو؟ قلنا صب، قلنا صام، وقلنا سوب، قلنا صب وصم، يعني لو حسيت كلمه واحده بس بتسهل لي الموضوع. طيب بالنسبه للتي عندي تار، تيرز هنا كسرنا، تور هنا ضمينا او تور، عندي تايت، طيب تايت، تايت هنا برضه استثناء تمام، تايت زي نايت هناك، تايت زي نايت تمام. اذا ممكن دي اطلع منها قاعده اقول له عندي تي تمام، جات بعدها اي، جات بعدها تي اتش تمام، الاي هنا بتتقري شنو؟ بتتقري اه زي ما عندي تايت ونايت. طيب عندي تيل، تي تيل اللي هو اي شنو كسرت تيل، عندي تور، تور هنا شنو؟ وهي كده خفيفة في شوية ضمة لكن خفيفة تور، تور. طيب بالنسبة للفي عندي بجاينا، ب بجاينا تمام، طبعا الجي مع الاي بتتكري جا تمام، عندي بجاينا، عندي فوكل، فوكل ضمة خفيفة، عندي فيسرول، فيسرول اللي هو في، فيسرول في كسرناه برضو، عندي الاس مع السي اي، الاس مع السي اي لما تتلاقى او لما يجي نسوي كده وافصلهم حكون عندي اس وسي اي اللي هو حكون الاس هنا انضمت لشنو؟ للاي بقت فيس، والسي اي انضمت لشنو؟ للار اي ال بقت سيرو، سيرو اللي هو السي اي قلنا بالقاسه بقت فيسرول تمام، فيسرول. طبعا عندي فيستيبيول،
بي برضه هنا كسرناها ولاحظنا بسبب الاي دي فولفا 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 اللي هو فو ضميناها ضمة خفيفة. طيب عندي بالنسبة للدبليو الدبليو بتتجي وا كسرة ضمة فتحة على حسب الباو اللي بتيجي بعدها تاني زي ما عندي واكس و واتر تمام واتر واتر بحاول اخفف من شنو من الار رايت رايت تمام اللي هو من رايت ال دبليو ار مع الاي بتتكري بتتكري شنو سوري ما دبليو ار لانه هنا عندي الغايه بتاعت شنو عندي اي تي و كانسليرر او عندي اي كانسليرر زائد اي عشان كده قلنا الاي هنا بقت ا اللي هو عندي عيدها تاني اي كانسليرر اي عشان كده الاي بقت ا بقت شنو بقت رايت. طبعا عندي ويدو لو لاحظنا هنا بقت ويدو عادي يعني كسرت هنا عادي هنا كسرت عادي بقت ويدو اللي ارمله عندي ويدين وي ويدين زفاف ربنا يعرس لكم كلكم ويعرس لنا معاكم. طيب عندي worry و هنا ضميناها شوية عندي wombus تمام wombus wombus هنا في ضمة خفيفة. طيب بالنسبة للإكس عندي الإكس بتقري زع in all three position تمام في كل المواقع الثلاثة بتقري زع الكسر والفتحة تاني على حسب شنو على حسب الفاول اللي بيجي بعد. طيب عندي severe هنا قلنا زع severe عندي thanks thanks عندي zirk هنا كسرناها شوية zirk عندي سيفياس سيفياس البي اتش طبعا برضه بتتقري فا هنتكلم عنها زي ما قلنا في اذرز او حالها الشاذة اللي هو لما شنو كانسلير مع كانسلير يديني نبرة معينة او نطق معين. طيب بالنسبة للواي البرنامج بتاعها بكون يا تمام في البداية البداية بكون يا اما في النهاية بكون واي بكون اي على حسب اللي هو الكلمة اللي بتكون قبله تمام الكري اي زي ما عندي لوري كري اي اللي هو بكون لوري زي ما عندي في لوري وبتكري شنو اي لما يكون شنو لما يكون معاه لما يكون معاه اي بيكون عندي اي واي بتكري اي بيتقارن سوا تمام. طيب نرجع للغايه بتاعنا هنا اللي هو قلنا بنكري عندي يارك يارد ويار عندي يانج تمام ويو وعندي ييرك وعندي يومر وعندي يومر اذا كلها يا 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 ما عدا اللي هي لما تيجي مع الاي نقول شوية كده منكسرة مع اليو شوية كده منضمة اللي هو نقول ييرك ويومر. طيب بالنسبة للزيت اللي هو هذا الواحدة دي الكسر والضمة على حسب الباقي اللي بيجي بعدها عندي زاكس زيل زينك زونا عندي زام هنا بقول دام ما بقول زوم طبعا عندي اللعبة دي بقول زوم زوم دي دام ليه؟ لأنه عندي يو ما بين تو كانسليرر والكلمة كلها تتكون من ثلاث حروف عندي برضو ذار ما بقول ذو بقول ذار. كده بنكون خلصنا من الجزئية بتاعت كسلر. هنتكلم في محاضرتين في المحاضرتين الجايات عن اللي هو الاذرز او الحالات الشاذة نخلص منها وننتقل للبرنامج بتاع الميكينج سنتنس. ثانكس.